جاهزين؟ جاهزين. الجولة الأولى اللي معنا سرعة بديهة، اللي جاوب صح نقول له مبروك 200، واللي جاوب خطأ يخصم منه 100. السؤال لا ينتقل للشخص الآخر. نبدأ في الجولة الأولى هذه، توكلنا على الله سبحانه. السؤال الأول يقول: إذا استغرق 8 رجال لبناء جدار مقدار 10 ساعات، فكم من الوقت سيستغرقه 4 رجال لبناء نفس الجدار؟ مهند. 5 ساعات. 10 ساعات، 8 أشخاص، 4، 5 ساعات، النصف. مهند سالب 100 للأسف. ليه؟ إشكال الجواب اللي عندك سلطان. 4. لا، الجواب الصحيح 20 ساعة. أوه الدبل صح. السؤال اللي بعده، أعطوني الشاشة اللي هي يا شباب بعد إذنكم. طبعا مهند سالب 100. السؤال اللي بعده: نهر لا تجري فيه المياه. محمد السالم. في الخريطة للأسف. صح صح، 200 نقطة يا محمد. وللأسف أنها ما تجري فيها المياه، ودنا الأنهار كلها تجري فيها المياه. السؤال اللي بعده يقول: عددان موجبان متتاليان مجموعهما 31 وحاصل طرحهما 1، فما هذا العددان؟ حاصل طرحهما 1. عددان موجبان متتاليان مجموعهما، مهند، 30 و1. عددان موجبان متتاليان مجموعهما 31 وحاصل طرحهما 1، فما هذا العددان؟ 30 ناقص. أوه خطأ. جوابك خطأ يا مهند، سالب 100. يا شباب لا نستعجل وننسى اللي راح. الجواب الصحيح هو 16 و15. والله كنت بقول 16. ها السؤال اللي بعده يقول: يمكن للعامل أن ينجز عمله في 2 بشرط أن يعمل لمدة 7.5 ساعات في اليوم، فإذا أراد أن ينجز هذا العمل خلال 3 أيام فقط، فما هو عدد الساعات التي سوف يستغرقها في العمل اليومي؟ عيد السؤال. عيد. يمكن للعامل أن ينجز عمله في 2 بشرط أن يعمل لمدة 7.5 ساعات يوميا. هذا العامل يبغى ينجز عمله في 3 أيام، صح. وش عدد الساعات اللي ممكن يعمل فيها؟ 4 5 3 2 1. 5 ساعات. السؤال اللي بعده يقول: ما اسم الفقرة التي يقدمها زياد الشهري من أول من ذاك؟ يا أذكياء أصبروا. تفضل يا سلطان. محمد السالم جوابك. أنا لديه. كنترول من أول من ضغط الجرس. راجعوا لي اللقطة. أنا. وأعطوني من أول من محمد السالم جوابك. عارفها بس ناسي اسمها. في العمق. ما اسم الفقرة التي يقدمها زياد الشهري يوم ويا السبت الأحد؟ أنت قلت في العمق صحيح؟ يوم الأحد. شكرا، 200 نقطة يا محمد سالم. حلو. السؤال اللي بعده يقول: إذا كان إجمالي ثمن مضرب مع كرة يساوي 10 ريال، بشتري كرة ومضرب قيمتها 10 ريال، وكان ثمن المضرب يزيد عن ثمن الكرة بمقدار 2 ريال، فما هو ثمن الكرة؟ مهند. 4 5 6. مهند جوابك خطأ، سالب 100. المجموعة 4 ريال أو القيمة. إذا قمت بالتوجه إلى النوم في 8 مساء ثم قمت بضبط المنبه ذو العقارب حتى تستيقظ في 9 صباحا، كم ساعة سوف تنام؟ سلطان. 13. إجابة خاطئة يا سلطان. المنبه ذات العقارب يعني مثل ساعة اليد، ما فيها صباح ومساء. زياد أطلب طلب. لبيك. الصوت بس ارفع لأن والله يدوب أسمعك. لبيك. يدوب أسمعك والله. يقول ارفع صوتك. طيب ليش ضغطت الجرس؟ لأني أبي يوم قلت عرفت إنه 8 ساعات من 8 إلى 8 والساعة 9 المنبه، أنا قلت 13. هذا اللي فهمت. سالب 100 يا سلطان للأسف. إيه هذه. برفع صوتي أبشر. أبشر. ارفعوا لي السبيكرات أكثر إذا في مجال يا مهندسنا. السؤال اللي بعده يقول: هناك مزارع لديه 17 خروف كلهم ماتوا، ما عدا 9، كم تبقى لديه؟ مهند. 17 و19 17 خروف. راحت له. مهند. 8. جوابك خاطئ يا مهند، سالب 100. ليش يا شباب مزارع؟ ليش يا شباب؟ بعد اذنك يا عمر، بعد اذنك
لا والله ما استاهل. ليش الشخص يضغط الجرس هو ما هو متأكد من السؤال؟ لأني بعيده مرة ثانية، إن لم يتم ضغط الجرس من أي أحد منكم، 17 ماتوا كلهم ما عدا 9، كم باقي؟ ماتوا كلهم صفر. 17 ماتوا وما عدا 9، كم شخص باقي أو كم خروف باقي؟ عفوا 9. السؤال اللي بعده، كم عدد الحيوانات من كل نوع التي حملها موسى عليه السلام في سفينته؟ كم عدد الحيوانات من كل نوع التي حملها موسى عليه السلام في سفينته؟ 5 4 3 2 1 0. موسى عليه السلام لم يكن لديه موسى سفينة، ولكن كانت لمن؟ نوح. صح. نوح عليه السلام. السؤال اللي بعده يقول، خرج رجل أثناء المطر من دون شمسية، ما معه مظلة، ولم يتبلل شعره أو رأسه، كيف تم ذلك مهند؟ أصلع 100 نقطة أو 200 نقطة يا مهند. السؤال اللي بعده يقول، إذا كان عمر الأب 45 سنة وعمر الابن 25 سنة، كم كان قبل كم كان أو قبل كم عام كان عمر الأب ضعف الابن؟ ها، عمر الأب 45 وعمر الابن 25، قبل كم عام كان عمر الأب ضعف عمر الابن؟ ضعفه 5 4 25 ضعفها 50 يا زياد. 2 1. إذا كان عمر الأب 45 عاما وعمر الابن 25 عاما، قبل كم عام كان عمر الأب ضعف عمر الابن؟ 20. قبل 5 سنوات كان 20 20 ضعف عمر الابن. السؤال اللي بعده يقول، اشترى طالب قلمين بسعر 3 ريالات للقلم الواحد، واشترى دفتر بسعر 4 ريالات، وحصل على خصم 10% من السعر الإجمالي، فكم ريالا دفع؟ اشترى طالب قلمين بسعر 3 ريالات للقلم الواحد، واشترى دفتر بسعر 4 ريالات، وحصل على خصم 10% من السعر الإجمالي، فكم ريالا دفع؟ 5 4. دفعت 9 ريال. جوابك صحيح يا مهند، 200 نقطة. شكرا. استخرج الكلمة المشابهة في العلاقة لخبز ودقيق من الاختيارات التالية، سيارة ومعدن، كيك وفطائر، خباز ومخبز. خبز ودقيق، خباز ومخبز. إجابة خاطئة، سالب 100 يا مهند. نفس العلاقة، سيارة ومعدن. نفس العلاقة، سيارة ومعدن. لما أقول لك خبز ودقيق، سيارة ومعدن، وصلت؟ السؤال اللي بعده يقول، مادة تتحلل إلى نصفها بعد مرور ساعة، وكان وزن هذه المادة في البداية 40 كيلو جرام، فكم ستصبح وزنها بعد 3 ساعات؟ 5 4. لا عيد عيد يا زياد. 3 سلطان 40 عندك 20 صفر ولا شيء. إجابة خاطئة يا سلطان، 5 كيلوغرام. السؤال اللي بعده يقول، 5 صناديق سالب 100 طبعا، 5 صناديق من التفاح مجموعها 100 ريال سعودي، قيمتها 5 صناديق تفاح قيمتها أو مجموع قيمتها 100 ريال، فما هو سعر شراء 7 صناديق من التفاح؟ سلطان 140. صح، جوابك صحيح. صح. 200 نقطة يا سلطان. انتهينا يا شباب من جولة سرعة البديهة، ننتقل بعدها إلى 4 مستويات، مع كل مستوى 4 مع كل مستوى سؤال، في كل سؤال 4 خيارات وعندك مستوى